السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم قناتي وصفات ضحى العراق دها كوك. اليوم راح نسوي بهذا الفيديو الجديد وصفتين جدا سهلة، ثومية المطاعم بأبسط مكونات وأبسط طريقة، وصاج الجبنة والزعتر من أطيب وأسهل الوصفات. وصفة جدا سهلة وسريعة وتكون جاهزة عندكم خلال دقائق. إذا هي أول مرة تابعوني لا تنسون تدوسون لايك واشتراك وتفعلون زر الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي السهلة والسريعة وأكيد جدا لذيذة. نبدأ وصفتنا بسم الله. أول وصفة راح أسويها هي وصفة الصاج بالجبنة والزعتر، وصفة جدا سهلة وسريعة، مكوناتها بسيطة وأكيد طعمها جدا لذيذ. تقدرون تسووها للإفطار أو للعشاء، أو تقدرون تسووها بأي وقت تحبون تاكلوها ويا الشاي. راح استخدم خبز الصاج، راح أضيف عليه جبنة، أي نوع جبنة كريمي متوفر عندكم. راح أدهن كمية من عنده على نصف قطعة الصاج بهاي الطريقة. تقدرون ايضا تستخدمون جبنة الموزاريلا، جبنة الشيدر، اكيد طعمهم جدا لذيذ. هنا استخدمت الجبنة، راح اضيف عليها الزعتر. طبعا هذه الوصفة من اطيب واسهل الوصفات، واكيد الزعتر لا تخفى عنكم الفوائد اللي بيه، واكيد هو رفع المناعة ويعالج جميع الالتهابات اللي بالجسم. فاذا حتى كنتوا تستخدموه بشكل قليل لا ياريت تستخدموه اكثر، لان كل شيء يفيد ويعزز المناعة وصحة الجسم، بالإضافة طعما لذيذ. راح أضيفه أكيد بهذا الشكل، وهنا راح أطويها. صارت عندي بشكل نص قرص، وهنا راح أخذها على الكابسة على النار مباشر، أكبسها بالصاج بهاي الطريقة وأحمرها على الوجهين. وصفة جدا سهلة وسريعة وأكيد طعمها جدا لذيذ. إذا جربتوها أتمنى تذكروا لي بالتعليقات، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار أكيد إن شاء الله أرد عليكم بأسرع وقت. شوفوا لي هاللون وهالمنظر، ما شاء الله صارت الوصفة عندي جاهزة. خلال دقائق تكون عندي الوصفة وأقدر أتناولها ويا الشاي للفطور أو ممكن للعشاء إذا تسوون كمية كبيرة. صاج بالجبنة والزعتر طعم ولا أروع. وهنا راح نبدأ الوصفة الثانية، ثومية المطاعم بأبسط مكونات وبأبسط طريقة. هنا عندي الثوم تقريبا 5 فصوص راح أستخدم، راح أهرسها بالبداية بهذا الشكل، وبعدها راح أزيل القشرة من عندها. الثوم ما تخفى عنكم فوائده العظيمة، وأكيد يعني يضيف نكهة وطعم جدا لذيذ للأكلات المختلفة، وبالإضافة إلى أنه يعزز المناعة وجدا فادني فترة الكورونا. وإذا كنتوا ما تحبون طعمه تقدرون تضيفون عليه ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، أو ممكن حتى الخل التمر، راح تروح عندكم الريحة القوية. هنا راح أنظفه بهذا الشكل من القشور، وراح أخليه على جهة. أكمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة، دائما نحاول ندخل هاي الأكلات اللي أكلنا ونضيفها حتى تزيد عندنا المناعة وتزيد مقاومة الجسم لمختلف الأمراض، وإن شاء الله الصحة والعافية للجميع، إلكم والأهلكم والأحبابكم. ثومية المطاعم بأبسط مكونات وبأسهل طريقة، تابعوا وياي راح أكمل تقشير كل الكمية. وصارت عندي جاهزة، راح أضيفها، أضيف فصوص الثوم، راح أضيف عليها زيت الزيتون وأخلطها كلش زين. تقدرون تستخدمون الخلاط الكهربائي، لكن استخدمت الهاند بلندر لهاي الوصفة. راح أخلطها كلش زين حتى يصير قوامها ناعم عندي بهذا الشكل، ويتجانس عندي، يتجانس الثوم ويا الزيت. صارت عندي بهذا الشكل، راح أضيف عليها 3 ملاعق من الزبادي و3 ملاعق من المايونيز، ورشة من الملح، أكيد الملح حسب رغبتكم، وأخلطها كلش زين حتى تتجانس عندي. طبعا كمية الملح تقدرون تخلون كمية قليلة بالبداية، وبعدها من تكمل الوصفة تتذوقوا وتقدرون توازنون الملح بذاك الوقت. وأكيد زيت زيتون راح أضيفها كل، وأخلطها كلش زين كل المكونات بحيث يصير قوامها ناعم وكريمي. استمر بالخلط الا انه ما تبقى عندي اي تكتلات. وصفة ثومية المطاعم باسهل مكونات وابسط طريقة، وهنا صارت الوصفة جاهزة. شوفوا لي قوامها،
بهذا الشكل. راح أخليها بكاسة أو بأي شيء عندي أفرغها. صارت عندي بهذا الشكل، راح أدخلها للبراد تقريبا ساعة، وهنا صارت عندي جاهزة. راح أقدمها ويا صاج الدجاج. وصفة ثومية المطاعم بأبسط مكونات وأسهل طريقة. شوفوا لي هاللون ما شاء الله، تقدرون تجربوها تعتمدوها لكل الأوقات وبأسهل طريقة. إذا حبيتوا هذا الفيديو أتمنى تشتركون بقناتي وتشجعوني، لأن دا أتعب بالتصوير والمونتاج، ودعمكم يشجعني حتى أقدم لكم المزيد من الوصفات السهلة والسريعة واللي مكوناتها بسيطة، وأهم شيء أنها ما تاخذ وقت طويل عندنا بالتحضير. إذا أكو وصفة حابين نجربها ذكروا لي إياها بالتعليقات، وإن شاء الله أرد عليكم بأسرع وقت. أهلا وسهلا بكم، وصفات ضحى العراق.